السلام عليكم يا شباب، يا رب تكونوا كويسين. ان شاء الله باذن الله النهارده هتكلم على محاضره الار ان اي اند ترانسكريبشن. هنعرف النهارده باذن الله ايه هي انواع الار ان اي. ده اول جزء من المحاضره، والجزء الثاني من المحاضره هناخده هو الترانسكريبشن. ومعنى كلمه ترانسكريبشن اللي هو استنساخ الدي ان اي، اللي هو تحويل الدي ان اي الار ان اي. هنشوف دلوقتي كل حاجه في المحاضره بتاعتنا. فهو البدايه بتاعتنا، احنا عايزين نتكلم الاول على ايه، على الار ان اي. الار ان اي ده يا اولاد في منه ثلاث انواع اساسيه، وفي نوع صغير كده اللي هو ايه هنديله كلمه وخلاص، بس الاساسيين بتوع الثلاثه. اول نوع من الار ان اي نوع اسمه ميسنجر ار ان اي، وده ميسنجر ار ان اي اللي هو بنسميه الار ان اي الرسول. في ار ان اي اللي هو الريبوزوم الار ان اي، اللي هو الار ان اي اللي موجود في الريبوزوم. وفي ترانسفير ار ان اي اللي هو الترانسفير ار ان اي اللي هو الار ان اي الناقل. خلاص اختصاراتهم معترف بيهم، احنا نقول بس ام ار ان اي، ار ان اي، والتي ار ان اي. دول الثلاثه الاساسيين. وفي نوع اسمه سمول نيوكليير ار ان اي بنسميه اس ان ار ان اي. خلاص يبقى انواع الار ان اي تاني ثلاث انواع اساسيين، اللي هم الميسنجر الام ار ان اي والار ار ان اي والتي ار ان اي، ونوع صغير كده كمان اسمه اس ان ار ان اي. خلاص هنبدا نتكلم يا اولاد على كل نوع، الاربع انواع دول مع بعض كده نتكلم عليهم. اول حاجه عايزين ناخدهم مقارنه. الاول الام ار ان اي يمثل 5% من كل الار ان اي اللي موجود في جسمنا، ماشي. الار ار ان اي بيمثل 80% من كل الار ان اي اللي موجود في جسمنا، وده اكتر واحد فيهم. التي ار ان اي 15%. خلاص يبقى كده ايه، يبقى كده 5% و80 خلاص و15، دول ال 100%. السمول نيوكلير دي حاجات بسيطه جدا، عشان كده ايه ما ادناش ارقام يعني. تعال نمسك الام ار ان اي. هو الفكره كلها يا ولاد الصعوبه في النقطه دي ايه؟ زي مثلا اول يوم انت شفت فيه صاحبك ما كنتش تعرفه خالص، صح؟ اول يوم شفت فيه صاحبك فعلا ما كنتش تعرفه خالص، بس بعد عشت 3 4 سنين بقيت ممكن تعرف صاحبك ده من ظهره، يعني مجرد ما شفت قفاه بس تعرف تقول اه والله ده القفا ده بتاع كذا والقفا ده بتاع كذا، صح ولا لا؟ ليه؟ من كتر ما انت شفتهم. نفس الكلام في الار ان اي، انت هتتعب معايا ان انا هخليك تحفظ شكلهم اول مره، بس انا متاكد انك لما تشوف الانواع الار ان اي بس لمجرد انك شفتهم من بعيد اه هتقول لي يا دكتور ده الام ار ان اي وده التي ار ان اي وده الار ار ان اي. سهله جدا، سهلين جدا، بس الفكره انك تعرف الام ار ان اي يا اولاد بيبقى عباره عن حته في الاصل. الحته الخضراء دي هي الحته اللي بتبقى ليها لازمه، واعرفك يعني ايه ليها لازمه بعد كده. الحته الخضراء اللي في النص دي يا اولاد دي بدايتها الستارت، ودي الستوب بتاعتها. الحته الخضراء دي بنسميها الكودنج سيكونس، بنسميها تاني كودنج سيكونس. يعني ايه كودنج سيكونس؟ يعني الحته دي اللي فيها الجين، يعني هي دي الحته اللي فيها الجينات. بس الحته اللي فيها الجينات دي يا اولاد هتهاجر وتمشي في طريق معين، مش مهم تفاصيله دلوقتي. الحته دي يا اولاد معرضه للمخاطر كتير جدا، فعشان ربنا يحميها قام حط حته صفراء هنا وحته زرقاء هنا، حتى قصدي بنفسجي هنا. سمى الصفرة ايه؟ 5، عشان هي في الاتجاه 5 انترانسليتد ريجن، وهنا 3 انترانسليتد ريجن، يعني حتى ما حصلهاش ترانسليشن من الاخر. يعني ايه كلمه ترانسليشن يا دكتور؟ مش مهم خالص التفاصيل دلوقتي. يبقى اول حاجه الام ار ان اي عباره عن حته اسمها كودنج سيكونس، بعد كده 5 انترانسليتد ريجن و3 انترانسليتد ريجنز. وبعد ركزوا معايا بقى، عند الخمسه اند، وبكررها 3 مرات عشان بتيجي ام سي كيو، بيبقى اتحط زي راس كده بنسميها كاب راس كده. الكاب دي بتتكون من ماده اسمها 7 ميثايل جوانوزين، 7 ميثايل جوانوزين. يبقى عند الخمسه اند حطيت كاب اسمها ايه؟ 7 ميثايل جوانوزين. طب عند الثلاثه اند حطيت يا اولاد حاجه اسمها بولي ايتيل، عباره عن هات، يعني عباره عن ادينوزين كده يعني. خلاص بنسميه بولي ايتيل، هات كتير جدا عند الثلاثه اند. وتاني عند الثلاثه اند بنسميها بولي ايه؟ بولي ايتيل. قلت له يا دكتور انت عايز تقول لي ان الحته الخضراء دي هي الحته الاساسيه، هي الحته المهمه جدا؟ ايوه هي ده الحته دي الجين. طب ايه فايده الكاب وايه فايده الديل يا دكتور؟ بص بقى، لما اقول لك فايده الكاب تقول لي ده بيحافظ على الام ار ان ايه، بس بيحافظ على انهي ناحيه؟ على الخمسه اند. يبقى هي بروتكت الخمسه اند. طب البولي اي تيل برضه بروتكت، بس بروتكت الثلاثه ايه اند. بلس يا ولاد البولي اي ديل تيل سموه تيل لان فعلا ده بيساعد على الحركه، يعني الام ار ان ده هيتحرك في اماكن معينه، فاللي بيساعده على الحركه هو مين؟ هو البولي ايتين. يبقى تاني الكلام كده جنرال كده، الخمسه كاب دي وظيفته ايه؟ بيبروتكت الخمسه اند. طب الثلاثه البولي ايتين بيبروتكت الثلاثه اند، بلس التيل كمان فايدته ايه؟ ان هو بيستخدم في الموفمنت في الحركه. على فكره الخمسه اند دي يا اولاد برضو اللي هي الكاب اللي موجوده في الخمسه اند، من ضمن وظائف الكاب برضو ان هو بيساعد عمليه او بناء حاجه اسمها بدايه حاجه اسمها بروتين سينسز، عمليات بناء البروتين هي عمليات الترجمه الترانسليشن. ده نعرف اللي هنعرفها بالتفصيل المحاضره الجايه، مش المحاضره دي، هنعرف يعني ايه ترانسليشن المحاضره الجايه.
فتبقى عارف بس معلومات بدايه كده ان الكاب دي وظيفته ان هو بيبروتكت الخمسه هند وبيساعد على بناء البروتين، او بيخليني ابدا يعني بيقول لي ابدا منين البروتين، بناء البروتين، والثلاثه هند والبولي اي تيل بيبروتكت الثلاثه هند وبيساعد على الموفمنت، ويبقى هو ده تركيب الام ار ان اي، كودنج سيكونس صح، وان ترانسليتد ان ترانسليتد، وكاب وبولي اي تيل. الكاب ده بيتكون من ماده اسمها 7 ميثيل جونوزين، وده بيمثل خمسه، والام ار ان اي بيمثل 5% من كل الار ان اي اللي موجوده في جسمك. في مشكله من الام ار ان اي كده، ده شكله، وده حاجه مهمه جدا لازم تكون عارف تفاصيلنا بقولها دي كلها. نخش على النوع الثاني، وده اكتر نوع من الار ان اي اللي موجود في جسمنا، اللي هو الار ار ان اي اللي موجود في الريبوزوم. لما جينا نشوف يا ولاد الريبوزوم، لقينا الريبوزوم دي في منها وحده ريبوزوم كبرى وواحده ريبوزوم صغرى، اللي بنسميها لارج سب يونت وسمول سب يونت. لما جينا نخش جوه اللارج سب يونت، لقينا ان اللارج سب يونت فيها 3 قطع من الار ان اي، انما السمول سب يونت فيها قطعه واحده من الار ان اي. يبقى تاني، الريبوزوم ده عباره عن لارج سب يونت وسمول سب يونت. اللارج سب يونت ده فيها 3 قطع من الار ان اي، والسمول سب يونت فيها قطعه واحده من الار ان اي. طب الريبوزوم ده نفسه بيتكون من ايه؟ بيتكون يا ولاد من بروتينات. لقيت ان اللارج سب يونت بيتكون من 50 بولي بيبتايد تشين، انما السمول سب يونت بيتكون من 35 بولي بيبتايد تشين. تاني، الريبوزوم ده بروتينات بيتكون من 50 بولي بيبتايد، واللارج والسمول ده بيتكون من 35. اللارج فيه 3 ار ان اي، السمول فيه 1 ار ان اي. طيب في حاجه يا ولاد اسمها، يعني مثلا اقول لك ايه، اللارج سب يونت دي بنسميها 60 اس، والسمول سب يونت بنسميها 40 اس. ايه بقى اللارج سب يونت 60 اس والسمول سب يونت 40؟ ايه الاس دي؟ الاس دي يا ولاد اختصار وحده ترصيب، بنسميها السفيدبرج يونت، اسم العالم اللي اكتشفها اسمه سفيدبرج، فسمينا وحده التمييز بتاعتها سفيدبرج يونت، وحده سفيدبرج. ايه وحده سفيدبرج دي يا ولاد؟ بص يا ولاد، احنا جبنا اللارج سب يونت دي وحطيناها على جهاز بيرصبها، ولقينا ان الجهاز ده خد سرعه معينه، خد سرعه معينه في الترصيب. السرعه اللي خدها 60، فهم مسمينا 60 اس، والسرعه اللي خدها عشان نرسب الصغيره 40، فقلنا 40 اس. لما حطيناهم الاثنين على بعض، وركزوا من النقطه دي قوي، لما حطيناهم الاثنين على بعض، لما حطيناهم الاثنين على بعض يا اولاد طلعوا 80 اس. ايه ده يا دكتور؟ انت مش بتقول لي ده 60 اس وده 40 اس صح؟ يعني ده السيديمنتيشن فيلوستي، سرعه الترصيب بتاعت 60 اس، وده السيديمنتيشن فيلوستي 40 اس. لما يتحطوا على بعض المفروض يكونوا 100. لا يا ولاد، ده احنا مش بنجمع، احنا لما حطيناهم على بعض دخلوا في بعض كده زي ما انت شايف، وسرعه ترصيبهم بقت 80 اس. عشان في كوميكس كتير بتتكتب في النقطه دي، يقول لك 40 اس و60 اس كام يا دكتور؟ 100 اس. لا مش 100 اس خالص، 80 اس. يبقى اللارج سب يونت 60 اس، السمول سب يونت 40 اس، الاثنين على بعض كام؟ 80 اس. ده مش وحده كتله ولا وحده ترصيب ولا وحده امطار طول والكلام ده، ده وحده سرعه ترصيب سفيدبرج يونت. خلاص تمام، مش تبقى عارفين يعني. طب الار ان اللي جوه، الار ان جوه يا اولاد قلنا اللارج سب يونت فيه 3 والسمول فيه 1. ركزوا معايا، اللارج سب يونت فيه 3، ايه هم؟ 5 اس و5.8 من 10 اس و28 اس. سهلين على فكره جدا، 5 5.8 و28، انما اللي موجوده في السمول 18 اس. يبقى تاني عشان الجمله دي مهمه جدا، الار ار ان اي بيمثل كام في الميه من الار ان اي كله؟ 80%. طب بتبقى عباره عن ايه؟ لارج سب يونت رايبوزوم وسمول سب يونت رايبوزوم. لارج سب يونت رايبوزوم 50 بولي بيبتايد، والسمول سب يونت 35 بولي بيبتايد. اللارج سب يونت دي 60 اس والسمول 40 اس، والاثنين مع بعض 80 اس. اللارج سب يونت فيه 3 ار ان اي، 5 و5.8 و28، انما السمول فيها نوع واحد بس من الار ان اي كام؟ 18 اس. خلاص، في مشكله في الار ان اي، ده اسمه ريبوزوم الار ان اي اللي موجود جوه وحده الريبوزوم يعني. طيب تعال نبص على النوع الثالث، اسمه تي ار ان اي، اللي هو الريبوزوم اللي هو بنسميه الار ان اي الناقل، وده يا ولاد بيبقى بيمثل 15% من الار ان اي اللي موجودين ايه؟ اللي موجودين في جسم، في جسم. لما جيت ابص يا ولاد على التي ار ان اي، بص شكله لازم تحفظوا الشكل، صم بيبقى عباره عن ايه؟ الدايره دي بسميها لوب، فده لوب وده لوب وده يعتبر لوب كمان، لوب وده لوب. انما البتاع ده يا اولاد الدراع اللي طالع ده بنسميه الاكسبتور ارم، وكلكم شايفين يا اولاد ده النهايه 3 ودي النهايه 5، كلكم شايفين ان النهايه 3 اطول من النهايه 5 صح كده ولا لا؟ يبقى تاني عباره عن اكسبتور ارم ولوب 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 ولوب، يبقى كام لوب؟ 4 لوب، واحده اكسبتور ارم. الاكسبتور ارم ده فيه 3 اند اطول من 5 اند، الثلاثة اند يا ولاد فيها سيكونس ثابت في كل التي ار ان اسمه اي سي سي، اللي هم الثلاثة اولين دول الاي سي سي. ثابت ليه؟ لان الاي سي سي اللي هو عند الثلاثة اند بيبقى ماسك في امينو اسيد، ركز يعني ماسك في مين؟ في امينو اسيد. فالامينو اسيد ده يبقى يا ولاد متشال على مين؟ لما سالك جيلك سؤال ام سي كيو، لكن الامينو اسيد متشال على انهي نوع من الار ان اي؟ التي ار ان اي. طيب قصادها بقى يعني فوق كده قلنا الثلاثة اند دي بتمسك في بيستر بوند برابطه استر يعني مع الامينو اسيد، قصادها تحت بقى بيبقى فيه ثلاث نيوكليوتيدات تحت كده، ركزوا معايا، ثلاث نيوكليوتيدات. الثلاث نيوكليوتيدات دول يا اولاد هيمسكوا في ثلاثه نيوكليوتيدات على الام ار ان اي، تاني
الثلاثه اللي موجودين في التي ار ان ايه في اللوب اللي تحت ده، هيمسكوا في ثلاثه موجودين على الام ار ان ايه. الثلاثه كل ثلاثه نيوكليوتيد موجودين على الام ار ان ايه بسموهم كودون. كودون انا اعرف الكلام ده في محاضره الترانسليشن، بسموهم ايه تاني؟ بسموهم كودون. كل ثلاثه نيوكليوتيد على الام ار ان ايه بسميهم ايه؟ كودون. فقمت مسمي الثلاثه نيوكليوتيد اللي موجودين على التي ار ان ايه هم مقابلين للكودون، فقمت مسميهم انتي كودون. تاني التي ار ان ايه بيمثل 15%، عامل ازاي؟ اربعه لوب ماشي، واحده اكسبتور ارم، الاكسبتور ارم الثلاثه اند اطول من خمسه اند، الثلاثه اند اي سي سي تمسك بيستر بوند مع الامينو اسيد، قصادها تحت بيبقى في ثلاثه نيوكليوتيد اسمهم انتي كودون، بيمسكوا بثلاثه نيوكليوتيد كودون موجودين على الام ار ان ايه. ايه ده؟ بس لو حد ركز يا اولاد، التي ار ان ايه بيحصل ما بين الاتحاد على فكره، اللي هو البيس بيرنج رول، تلاقي الجي مع السي والام اليو والكلام ده. بس مش معايا كده يا اولاد، امشي مش معايا كده. ايه ده؟ ده في كلمه دي، ايه الدي ده؟ ده الدي دي غريبه، انا عارف ان في اي ويو وجي وسي، لكن ايه الدي ده؟ الدي دي غريبه فعلا. الدي يا اولاد ده قاعده نيتروجين اسمها داي هيدروراسيل، داي هيدروراسيل دي قاعده فعلا موجوده في التي ار ان ايه بس، مش موجوده في اي نوع تاني من الار ان ايه، موجوده في التي ار ان ايه بس. امشوا كده، امشوا. ايه ده؟ ايه الرمز ده؟ الرمز ده يا اولاد اسمه سودو يوراسيل، سودو يوراسيل دي بس، دي موجوده بس برضو في التي ار ان ايه. امشي كده، امشي كده. ايه ده؟ التي الصايمين، الصايمين دي قاعده نيتروجينيه موجوده في التي ار ان ايه بس فعلا. الصايمين ده بتاعت الدي ان ايه مش بتاعت الار ان ايه. النوع الار ان ايه الوحيد اللي فيه صايمين هو التي ار ان ايه. فبيقول ان في اشكال غريبه من النيوكليوتيد ممكن تلاقي في التي ار ان ايه، اللي هم مين؟ اللي هم الثلاثه الداي هيدرو يوراسيل والسودو يوراسيل والصايمين. ماشي تمام. اللي شاف التي ار ان ايه يا اولاد كان تقريبا واحد فلاح. الفلاحين يا اولاد بيزرعوا برسيم، البرسيم ورقته عامله كده، عباره عن اربع ورقات ونزل منها ايه؟ عود. ماشي، بنسميها الكلافر ليف، كلافر ليف دي ورقه البرسيم. لما جه بص على التي ار ان ايه قال لك طب ما دي اربع ايه؟ اربع اوراق وطالع منها برضو ايه؟ عود، اربع لوب واحده اكسبتور ارم. فمشك مش يعني مايل على الشكل بتاع التي ار ان ايه ده، كلافر ليف ابييرنس، يعني اكنه شكل ورقه الايه؟ اكنه شكل ورقه الايه؟ البرسيم. خلاص، كلافر ليف ابييرنس. اخر معلومه عايز اقولها، التي ار ان ايه ده يا اولاد ده اللي هيشيل الاحماض الامينيه اللي موجوده في الجسم. احنا خدنا في البروتين ان انا عندي 20 نوع من الحمض النووي، صح ولا لا؟ خد بالك، كل تي ار ان ايه، يعني التي ار ان ايه ده مثلا يشيل الجلايسين، التي ار ان ايه واحد تاني يشيل الانين، واحد تالت يشيل، صح؟ احنا خدنا 20 نوع يا اولاد من الامينو اسيد، يبقى المفروض على الاقل يبقى في 20 نوع من التي ار ان ايه، لان انا لسه بقول لك ان كل تي ار ان ايه بيشيل نوع واحد بس من الامينو اسيد، يبقى معنى كده عايز تقول لي ان على الاقل لازم يكون في 20 نوع من التي ار ان ايه، صح ولا لا؟ 20 نوع، ممكن يكون اكتر، ايوه ممكن يكون اكتر، بس ما ينفعش يكون اقل من 20، لازم يكون على الاقل في 20 ايه؟ 20 نوع من التي ار ان ايه. خلاص، لما جيت اعد النيوكليوتيدات اللي موجوده في التي ار ان ايه يا اولاد لقيتها من 70 ل 90 نيوكليوتيد، يعني ممكن تلاقي 70 75 90 كده، اللي هو كل دول يعني. طيب نخش على النوع الاخير، مش هقول فيه غير جمله واحده، واقول لك حد اجلها لي لحد ما اتكلم على الترانسكريبشن. الاس ان ار ان ايه اللي هو السمول نيوكليار ار ان ايه، ده بيستخدم في عمليه اسمها البوست ترانسكريبشنال موديفيكيشن. ايه يا دكتور العمليه دي؟ العمليه دي هتعرفها بالتفصيل في اخر المحاضره بتاعتي ان شاء الله، فانا مش عايزك تعرف بس عن الاس ان ار ان ايه، احفظها دلوقتي حفظ حميري لحد ما افسرها لك بعدين ان شاء الله في اخر المحاضره، ان الاس ان ار ان ايه بيستخدم في عمليه اسمها البوست ترانسكريبشنال موديفيكيشن. وقد جمله كمان او زياده كمان، نوت بوك كده يا ولاد، تسمعوا عن الفيروسات، طبعا كلنا نسمع عن الفيروسات، ده تركيب مثلا فيروس من الفيروسات وليكن مش مهم اسمه، يعني اسمه سيتوميجالو فيروس، مش مهم اسمه، ده شكل من الفيروسات. الفيروس يا ولاد بيبقى حوالينه بروتين كده بتخش جوه، بيبقى جواه الجينات بتاعته، بيبقى جواه الجينوم. الجينوم ده يا ولاد الجينات بتاعته يا اما تكون يعني يا اما يكون المعلومات الوراثيه دي، يا اما يكون دي ان ايه، يا اما يكون ار ان ايه. يعني في فيروسات بيبقى في قلبها دي ان ايه، وفي فيروسات بيبقى في قلبها ار ان ايه، وممكن يكون سنجل وممكن يكون دبل ستراند، يعني ممكن يكون الدي ان ايه في شكل سنجل او ممكن يكون في شكل دبل، الار ان ايه ممكن يكون في شكل سنجل او في شكل دبل كده يعني. يبقى معنى كده عايز اقول لك ايه، ان ممكن يكون ار ان ايه ودي ان ايه، ممكن يكون سنجل او دبل ستراند، بيبقى حواليه غلاف بروتيني بنسميه كبسيد، كبسيد بروتين. يبقى عايز تقول لي ايه؟ عايز تقول لي ان المعلومات الوراثيه متشاله على الدي ان ايه والار ان ايه بتاع الفيروس، بتبقى متحوطه ببروتين بيبقى ايه؟ كبسيد. طب ايه امثله الفيروسات يا اولاد اللي بتبقى فيها ار ان ايه، اللي بنسميها ار ان ايه فيروس، فيروسات جوه ار ان ايه؟ طبعا مشهورين الاتش اي في، ده اللي هو الايدز، ماشي، الانفلونزا اللي هو بيجي لنا بيجيب لنا دور برد انفلونزا، ده فيروس ار ان ايه فيروس، الاتش سي في اللي هو الهيباتيتس سي فيروس، ده مشهور جدا اللي كان عمل الوباء الكبد، فيروس سي بتاع الكبد اللي مشهور قوي. خلاص، ده دول كلهم يا اولاد ار ان ايه فيروس.
انما الدي ان اي فيروس اللي بيجي في الام سي كيو يا اولاد الهيباتيتس بي، اللي هو فيروس برضو فيروس بي بس بتاع الليفر برضو، بس فيروس بي مش سي، يعني فيروس سي ار ان اي لكن فيروس بي ايه دي ان اي. ركزوا في النقطه دي. يبقى تاني الجينوم اللي هو المعلومات الوراثيه دي ممكن تكون ار ان اي، ممكن تكون دبل دي ان اي، ممكن تكون سنجل ستاند، ممكن تكون دبل ستراند، متحوطه ببروتين اسمه كابسيد. الار ان اي فيروس اتش اي في وانفلونزا اتش سي في، الدي ان اي هيباتيتس بي فيروس. بس في نقطه يا ولاد، الار ان اي بيتصنع، خدوا بالكم من المعلومه دي بس، الار ان اي ده وهقولها لكم كمان شويه. الار ان اي احنا قلنا ان الدي ان اي بيتصنع بنزيم اسمه ايه؟ دي ان اي بوليمريز. طب الار ان اي يا دكتور بيتصنع بنزيم اسمه ايه؟ ار ان اي بوليمريز. سهل اهو، يعني الدي ان اي بيتصنع بدي ان اي بوليمريز، ار ان اي بار ان اي بوليمريز. طب ايه الفرق ما بين الدي ان اي بوليمريز والار ان اي بوليمريز؟ الدي ان اي بوليمريز يا اولاد، الدي ان اي بوليمريز بيصنع دي ان اي، فربنا عامل حسابه ان لا يمكن يحصل غلطه في الدي ان اي. ليه؟ لان الغلطه في الدي ان اي يا اولاد مكلفه، لان الدي ان اي ده بيورث ما بين الاجيال، فلو في جيل حصل فيه غلطه في الدي ان اي اللي بنسميها ميوتيشن، ناخدها ان شاء الله المحاضره اللي بعد الجايه، لو حصل غلطه في الدي ان اي هيحصل وراثه، هيورث ما بين الاجيال، فدي حاجه مصيبه. فربنا خلى الدي ان اي بوليمريز اللي بيصنع دي ان اي عنده خاصيه البروف ريدنج، خاصيه المراجعه اللي احنا قلناها في اتجاه 3 5، فلو حصل غلط يقدر يصلحه. انما الار ان اي بوليمريز ما عندوش خاصيه المراجعه. الدي ان اي بوليمريز ده الطالب الشاطر اللي بيطلع الاول، ده طالب بيذاكر وبيراجع وبيظبط المذاكره. انما ازاي الطالب اللي هو الار ان اي بوليمريز ده طالب خايب، ما بيذاكر بس ليله الامتحان. يعني ايه بيذاكر ليله الامتحان؟ زيكم كده دلوقتي، انا متاكد ان انتوا دلوقتي كلكم خايبين، كلكم بتذاكروا ليله الامتحان، كلكم مستنيين اخر فرصه اللي هو لازم نتزنق، لازم نشوف زنقه الكلاب بتاعتنا ديت عشان نتعرض للضغط النفسي والضغط العصبي ويطلع لنا قرح في بقنا والدنيا تبقى سودة في عينينا. ففي الوقت ده بس نبدا نذاكر، هو احنا كده ار ان اي بوليمريز، احنا طلب الطب معظمنا اصلا ار ان اي بوليمريز. خلاص الار ان اي بوليمريز ما عندوش مراجعه اصلا، ما بيراجعش، ده يا دوب يخلص يلحق يخلص المنهج ده لو خلصه كمان يعني. خلاص فهو يا عيال الار ان اي بوليمريز ده ما عندوش مراجعه، يعني نسبه الخطا عاليه جدا. بس الخطا في ايه؟ في ار ان اي. الار ان اي ده لا يورث، ما بينتقلش من الاجيال، فنسبه الخطا عاليه ولكنها نوت هارمفول، يعني هارملس، حاجه غير مضره. خدوا بالكم نسبه الخطا في الدي ان اي قليله، ولكن لو حصلت تبقى هارمفول، خطيره، لانها بتتوارث. انما نسبه الخطا في الار ان اي كتيره، لان الار ان اي بوليمريز ملوش اصلا بروف ريدنج، ولكن غير ضاره لانها لا تورث. عشان كده يا اولاد الار ان اي فيروس بيبقى مور لايبل تو ميوتيشن راذر ذان دي ان اي فيروس. الفيروسات اللي ار ان اي بيحصل فيها ميوتيشن، تغيير يعني عن عكس دي ان اي، بيبقى عندك صعب جدا تحضر فاكسين ضد الار ان اي فيروس. يعني ايه الجمله؟ يعني انا اعطيت لك علامه استفهام، علامه استفهام ده تفسيرها كل اللي انا بقوله. هو ليه صعب نحضر فاكسين تطعيم ضد الار ان اي فيروس؟ هقول لك يا ولاد، مثلا انا يعني ايه كلمه تطعيم مثلا؟ تطعيم يا ولاد يعني انا باخد الفيروس الدي ان اي بتاعه مثلا، اخد منه حته واصنع ضد الحته دي انتي بودز، اديها للانسان، فالانسان يبقى عنده اجسام مضاده ضد الفيروس ده. بس المفروض الاجسام المضاده ياخدها مره في العمر، فاكسين تطعيم. خلاص تمام كده. طيب افرض الفيروس كان دي ان اي، الفيروس اللي بيديني يا ولاد ما بيحصلش فيه تغيير اصلا، يعني ما بيحصلوش ميوتيشن كتير، فبالتالي هو الفيروس يوم ما ربنا خلقه زي ما هو، ما فيهوش تغييرات كتيره. فعشان كده لما حضر تطعيم هينجح، هيحافظ على الانسان من الفيروس. انما لو كان الفيروس ار ان اي، لا، الفيروس ار ان اي فيروس ده يا اولاد بيغير نفسه كل فتره، كل فتره. ليه؟ لانه بيحصل له ميوتيشن كتير جدا، فالنهارده بشكل، بكره بشكل، بعده بشكل. ففرحتي النهارده صنعت تطعيم ضد الفيروس ده، طب ما بكره بيغير شكله، يبقى التطعيم مش هينفع. فبالتالي يا اولاد صعب جدا نحضر تطعيمات ضد الار ان اي فيروس. انما نحضر تطعيمات ضد الدي ان اي فيروس، ايوه موجوده وزي الفل، ما فيهاش مشكله خالص، وبناخدها خلاص يا اولاد، تمام، ما فيهاش اي مشكله يعني. طيب تعالوا بقى ناخد معلومه او ناخد جمله كده او تعريف اسمه جين اكسبريشن. جين اكسبريشن، انا ينفع بس بعد اذنكم انا هخرج بس ايه، اجيب السبوره بتاعتي الجميله عشان عايز اعرفكم شويه معلومات، ركزوا كده يا اولاد عشان تفهموا منها المحاضره دي والمحاضره دي. دي خليه يا اولاد بتاعت انسان، خليه انسان بيبقى جواها نواه. خلاص النواه دي بيبقى جواها مين؟ جواها الدي ان اي. والدي ان اي يا اولاد بيبقى عليه قطع، عليه قطع متقسم لقطع، وليكن مثلا اقول لك كل قطعه من دي بنسميها جين، وليكن ده جين معين. خلاص مش مهم الجين ده ايه، بس لاي مثال يعني ده جين. خلاص يا ولاد اللي باللون ده هنعتبره ايه؟ هنعتبره جين. خلاص تمام. وبره بره في السيتوبلازم بتاعنا في اللي هو الريبوزوم، اللي هو اللارج سب يونت والسمول سب يونت اللي احنا عارفينه. ركزوا بقى معايا يا ولاد عشان تفهموا
اللي انا عايز اقوله من دلوقتي لحد اخر الحصه ان شاء الله والحصه الجايه كمان. الجين ده يا اولاد وليكن المفروض الجين ده انا قلت لك في اول محاضره ان الجين المفروض هيتصنع منه ايه؟ بروتين. طيب ايه رايك يا دكتور ان البروتين ده يتصنع في الريبوزوم؟ يعني هنا ده الريبوزوم هو اللي يتصنع في البروتين. طيب انا عايز اعرف انهي بروتين هيتصنع، هديكم مثال الاول عشان تبقوا فاهمين. عندنا في البيت يا اولاد في ام وفي اب، في اولاد، تمام؟ الام هي اللي بتقول والله انا عايز اطبخ كذا، يعني مثلا لو الام دي عايزه تطبخ النهارده سمك. خلاص؟ خلاص هي النهارده قالت انا هطبخ سمك، هي دي المعلومات الوراثيه اللي عندها او المعلومات يعني المعلومات اللي في دماغها النهارده هي كده عايزه تطبخ سمك. طب عايزه عشان عايزه ايه عشان تطبخي سمك؟ انا عايز انزل حد ينزل يشتري السمك. هل هسألك سؤال، هل ماما تنزل تشتري السمك؟ لا طبعا، في وجود الرجاله اللي في البيت ما ينفعش. صح كده؟ تمام. فمعنى كده يا اولاد ان ماما دي ما بتتحركش من البيت، ما بتخرجش ابدا، ولكن هي اللي ادت الاوردر ان انا عايز اكل سمك. فايه اللي حصل؟ نزل بابا خلاص خد الرساله منها ونزل اشترى ايه؟ السمك. صح؟ تمام. فكده بهذه الطريقه احنا صنعنا او عملنا سمك، صح ولا لا؟ مين اللي ادى الاوردر؟ ماما. هل ماما بتخرج من مكانها؟ ما بتخرجش من مكانها، هي اللي بتدي الاوردر. مين اللي بينزل يشتري؟ بابا. عايز تقول لي ايه علاقه الكلام ده باللي احنا بنقبل بالبايوكيمستري يا دكتور؟ بص كده يا دكتور، الدي ان ايه هو ماما، موجود في قلب البيت، موجود في قلب النيوكلس، يخرج من بره النيوكلس، يخرج من بره البيت، لا يمكن الدي ان يخرج من بره البيت. طب الدي ان ايه عليه جينات، الجينات دي هي اللي مسؤوله عن تصنيع بروتين. طب الجين مثلا هنا ده جين مثلا تصنيع انسولين، يعني الجين ده مثلا وليكن انا عايز اصنع انسولين، طب الجين ده وده مصنع، ده المصنع اللي هيصنع انسولين. طب الناس في المصنع يا جدعان، الناس في المصنع عايزين يصنعوا انسولين بس ما عندهمش الاوردر، ما جالهمش الاوردر. طب عايزين نوصل الاوردر من نيوكلس للسيتوبلازم، الدي ان يروح يوصل الاوردر، لا الدي ان ما بيتحركش. فايه اللي يحصل يا ولاد؟ اقوم جاي، بص ركزوا معايا، اقوم جاي واخد نسخه من الجين ده، يعني الجين ده اقول له بعد اذنك يا جين انا عايز منك نسخه، ادي النسخه ايه؟ النسخه دي يا ولاد بتبقى شكلها ام ار ان ايه، ركزوا في النقطه دي، يعني انا جبت الدي ان بتاعنا الجين اللي هو مسؤول عن تصنيع الانسولين، خدت منه نسخه. هل انت خدت نسخه من كل الدي ان ايه؟ لا، ده نسخه من الجين بس، الجين ده بس خدت حولته ايه؟ حولته لام ار ان ايه. الام ار ان ايه هو دي النسخه، هو ده الجين. وكان يا ولاد هنا الجين مثلا مكتوب انا عايز اصنع انسولين مثلا، فانا خدت منه صورته، فصورته بالموبايل كده في شكل ام ار ان ايه، مكتوب في مكتوب في نفس الجمله انا عايز اصنع انسولين. هل الام ار ان ايه اتحرك؟ اه، ما فيش مشكله خالص، ده بابا بقى، ده يخرج كده ويروح هنا ايه في الريبوزوم، يجي هنا يا ولاد يبدا الام ار ان ايه يترجم يعني الشفره الوراثيه تترجم. كل ثلاثه نيوكليوتايد على الام ار ان ايه بنسميها كودونز، وكل ثلاثه كودونز يا ولاد بيجي بقى التي ار ان ايه بتاعنا، لو انتم فاكرين التي ار ان ايه شكله عامل ازاي، يجي التي ار ان ايه جايب ايه؟ شايل الاحماض الامينيه هنا الامينو اسيد، وابدا احول اجيب التي ار ان ايه الامينو اسيد، الامينو اسيد امسكها مع بعض كده وابدا اصنع الانسولين والبروتين. يبقى فهمتوا ازاي يا ولاد عمليه البروتين سينس بتحصل؟ اول حاجه ان انا اخد نسخه من الجين، ودي عمليه يا ولاد بنسميها ترانسكريبشن، ترانس ايه؟ كريبشن. تاني حاجه ان انا احول الام ار ان ايه والتي ار ان ايه والكلام ده البروتين، ودي عمليه يا ولاد اسمها ترانسليشن او بنسميها بالعربي عمليه الترجمه. يبقى عايز تقول لي ان الجين هيعبر عن نفسه بخطوتين، خطوه الترانسكريبشن وخطوه الايه؟ الترانسليشن، ودي عمليه بنسميها جين اكسبريشن، لان كلمه التعبير عن الجين هي عباره عن اتحاد عمليتين، عمليه الترانسكريبشن وعمليه الترانسليشن. خلاص يا ولاد كده تمام؟ حد عنده اي مشكله؟ يبقى يعني كلمه جين اكسبريشن يعني ترانسكريبشن وترانسليشن. المحاضره دي ان شاء الله تاني جزء منها اللي هنتكلم فيه هو ترانسكريبشن، خلاص، لكن في المحاضره القادمه هنتكلم فيها ان شاء الله على ايه؟ على الترانسليشن. هنبدا النهارده باذن الله، صلوا على النبي كده وسموا الله، نتكلم النهارده على محاضره الترانسكريبشن. قلت لكم يعني كلمه ترانسكريبشن يعني الدي ان ايه اخد منه حته دي ان ايه بس، حته اللي هي الجين ده، حته دي احولها لايه؟ احولها لام ار ان ايه. خلاص، يبقى تصنيع تحويل الار ان ال دي ان ايه بنسميه ترانسكريبشن. طب لو حولت دي ان ايه يا اولاد الار ان ايه، العكس بقى، دي الخطوه اللي احنا خدناها في التلوميريز اسمها ريفيرس ترانسكريبشن، ده العكس. يبقى الترانسكريبشن تحويل ار ان ايه، تحويل دي ان ايه لار ان ايه. خلاص يا اولاد، تعالوا بقى ايه ناخد شويه تعريفات. بصوا كده، ده الدي ان ايه مثلا، الدي ان ايه اتجاه 5 3 شرطه، والشريط الثاني 3 5 شرطه. يقول لك يا اولاد الحته الدي ان ايه، ركزوا معايا، حته الدي ان ايه اللي هو الجين، يعني اللي هو الجين اللي هتحول الام ار ان ايه بسميه ترانسكريبشن يونت، يعني دي الوحده اللي يحصل لها ترانسكريبشن. يبقى حته الدي ان ايه اللي يحصل لها ترانسكريبشن اسمها ايه؟ ترانسكريبشن يونت. طب ركزوا معايا يا اولاد،
هو انت ازاي هتصنع اصلا ام ار ان اي؟ يعني احنا ازاي هنصنع ام ار ان اي اصلا؟ عن طريق انزيم يا دكتور اسمه ار ان اي بوليميريز. اسمه ايه تاني؟ ار ان اي بوليميريز. الانزيم ده ليه بروفريدنج؟ لا مالوش بروفريدنج. الانزيم ده يا ولاد بيصنع في اتجاه كام؟ ركزوا معايا، بيصنع يا دكتور في اتجاه 5 3 الشريط الجديد و3 5 الشريط القديم. احنا خدنا اختلاف، هو ده يختلف حاجه عن الدي ان اي بوليميريز؟ لا خالص. الدي ان اي بوليميريز قال لي نفس الجمله، قال لي انا بصنع في اتجاه 5 3 الشريط الجديد و3 5 الشريط القديم. والار ان اي بوليميريز قال لي نفس الجمله، قال لي انا بصنع في اتجاه 5 3 الشريط الجديد و3 5 الشريط القديم. فبالتالي يا اولاد انا عندي دلوقتي الدي ان اي شريطين، واحد 5 3 واحد 3 5. ال 5 3 مثلا في اي تي سي جي سي جي، ال 3 5 تي اي جي سي جي سي. الله، طب ايش عندي شريطين وهصنع من الاثنين دول؟ انا عايز اصنع من ام ار ان اي، عايز اصنع ار ان اي اللي هو الام ار ان اي النسخه اللي انا هاخدها. طب يا ترى انا هصنع من الشريط ده ولا الشريط ده؟ ما انا عندي شريطين اهو، اصنع من ده ولا من ده؟ قال لك مش انت المفروض الار ان اي بوليمريز بيقول لك بصنع في اتجاه 5 3 الشريط الجديد، يبقى المفروض اللي هتصنع منه يا ولاد هو اتجاه 3 5، صح؟ فيجي ال 3 5 ده يا ولاد، الحته دي اللي انا هعمل لها مثلا نسخ، هو ده الجين اللي اعمل له نسخ مثلا، فيجي التي يوم الار ان اي بوليمريز عامل ايه؟ ده تي يحط قصاده ايه؟ ده ايه يحط قصاده ايه؟ يو، ما فيش تي في الام ار ان اي. ده جي يحط قصاده سي، ده سي يحط قصاده جي، ده جي يحط قصاده سي، ده سي يحط قصاده ايه؟ جي. يبقى صنع في اتجاه كام؟ 5 3. هتقول لي ليه ما صنعش بالشريط الاحمر ده؟ لان الشريط الاحمر 5 3، ولو هيصنع الار ان اي بوليمريز صنع في اتجاه 3 5، وده ما ينفعش. يبقى معنى كده يا ولاد ان الار ان اي بوليمريز بيصنع من الشريطين ولا من شريط واحد؟ من شريط واحد. الشريط يا ولاد اللي هصنع منه بسميه تمبلت او انتي سينس، تاني تمبلت او انتي سينس. انما الشريط اللي مش هصنع منه اسميه كودنج او سينس، تاني الشريط اللي انا هصنع منه اسميه ايه؟ تمبلت او انتي سينس. انما الشريط اللي انا مش هصنع منه اسميه كودنج او سينس. طب الام ار اللي انا صنعته ده، الام ار ان ايه؟ الام ار ان ايه اللي انا صنعته ده، هل هو ده ام ار ان ايه اللي هو يعني خلاص اللي انا هشتغل بيه؟ قال لك لا، ده يعتبر دي البدايه، ده لسه هيحصل عليه تغيرات فيما بعد، فده يعتبر اول شكل من اشكال الام ار ان ايه، مش هو ده اللي انا هخرجه من النيوكلس، هيحصل فيه شويه تغيرات لسه. فبالتالي بسميه يا ولاد ممكن اسميه بري ام ار ان ايه اللي هو الشكل لسه ما قبل الام ار ان ايه، او ممكن اسميه برايمري ترانسكريبت. يبقى تاني شويه التعريفات دي عشان خاطر عشان تيجي في الام سي كيو، حته الدي ان ايه اللي هيحصل لها ترانسكريبشن اسميها ترانسكريبشنال ايه يونت. الشريط اللي انا مش هصنع منه اسمه كودنج او سينس، الشريط اللي هصنع منه اسمه تمبلت او انتي سينس. الشريط الام ار ان ايه الجديد اللي اتصنع ده ما هوش ام ار ان ايه، اسمه برايمري ترانسكريبت او بري ام ار ان اي. هسالكوا سؤال يا ولاد عشان بيجي في الام سي كيو، يقول لك ايه البري ام ار ان اي او البرايمري ترانسكريبت؟ يشبه تيبيكال بالظبط التمبلت اللي هو الانتي سينس ولا السينس؟ نبص معناها كده التي اي، لا مش شبه التمبلت. بص معايا كده الكودنج يا ولاد، الاي اي التي يو السي سي جي جي السي سي جي جي، صح كده ولا لا؟ يقول لي فعلا ان الرساله اللي انا هنسخها اللي انا نسختها دي البري ام ار ان اي او البرايمري ترانسكريبت تشبه تيبيكال بالظبط شبه كودنج ستراند، اكسبت بدل التي في الكودنج تبقى يو في الايه؟ في البرايمري ترانسكريبت. تاني يا ولاد، النقطه دي مهمه قوي. البرايمري ترانسكريبت يشبه تيبيكال الكودنج ستراند بفرق واحد بس، ان الكودنج عشان دي ان ايه هيبقى فيه تي، انما البرايمري ترانسكريبت عشان هيبقى عشان ار ان ايه هيبقى فيه بدل التي ايه؟ بدل التي يو. ده الصح فعلا، خد بالكم النقطه دي مهمه جدا. يبقى شويه تعريفات نقولهم تاني، الحته دي ان اللي هيحصل لها ترانسكريبشن اللي هو الجين اسمه ايه؟ اسمها ترانسكريبشنال يونت. الشريط اللي مش هصنع منه كودنج او سينس، الشريط اللي انا هصنع منه تمبلت او انتي سينس. الكودنج اتجاه 5 ايه؟ 3، انما الانتي سينس اتجاه 3 كام؟ 5. الشريط الجديد اللي هو الام ار ان اي يتصنع في اتجاه كام؟ 5 3، بينزيم اسمه ايه؟ ار ان اي بوليمريز. هل ده ام ار ان اي؟ لا، ده برايمري ترانسكريبت الاول او بري ام ار ان اي. هيحصل عليه شويه تغيرات يا دكتور، ايوه هنتكلم عليها في اخر المحاضره ان شاء الله. طب الرساله اللي انت نسختها دي هل في فرق في شكلها او في مواصفاتها لار ان اي ده في البروكاريوتس عن اليوكاريوتس؟ ايوه يا دكتور، ايوه في فرق يا اولاد، وده بيجي مسكات كتير. في فرق في الرساله في البروكاريوتس عن الايوكاريوتس. طب قول لي امثله كده، انا قلت لكم ان البروكاريوتس ده كان ايه؟ كان بسيط، انما الايوكاريوتس كان ايه؟ كان يا اولاد معقد شويه. يقول لك يا اولاد الرساله ده ايه؟ ممكن تكون فيها ايه؟ مثلا ممكن تكون فيها ايه؟ انا عايز اصنع، لو في البروكاريوتس انا عايز اصنع انسولين، انا عايز اصنع جلوكاجون، انا عايز اصنع تستوستيرون، انا عايز اصنع مثلا ايه، يقولوا اي هرمونات، عايز اصنع بيبسين،
عايز اصنع تريبسين. انت عايز تقول لي ان الرساله الواحده اللي اتصنعت دي ممكن تبقى فيها كذا رساله في قلب بعض؟ ايوه ممكن الكلام ده في البولي، في البروكاريوتس. عشان كده البروكاريوتس بنسميها بولي سيسترونيك. يعني ايه كلمه بولي سيسترونيك؟ يعني الرساله الواحده ممكن تحمل كذا رساله في قلبها. انما في اليوكاريوتس يقول لك لا يا حبيبي، ما فيش الكلام ده. عايز اصنع انسولين، طلع رساله اسمها انا عايز اصنع انسولين. عايز اصنع جلوكوجون، طلع رساله اسمها انا عايز اصنع جلوكوجون. لكن شغل العك اللي بيحصل في البروكاريوتس كله على بعضه لا، ما ينفعنيش. يبقى في اليوكاريوتس يا ولاد مونوسيسترونيك، عشان كلام مهم جدا بيجي في ام سي كيو وسهل جدا. برو اول حرف ايه؟ بي. يبقى البروكاريوتس بوليسيسترونيك، والبوليسيسترونيك. انما الايوكاريوتس مونوسيسترونيك، يعني هي رساله واحده بس. دي اول نقطه. تاني نقطه يقول لك يا دكتور، الار ان ايه ده اللي هو البرايمري ترانسكريبت ده في البروكاريوتس هو انزيم واحد بس اسمه ار ان ايه بوليمريز بيصنع الموضوع ده كله. هو انزيم واحد، سهله، كائنات بسيطه، هو انزيم واحد يصنع كله. انما قال لك لا يا باشا، الار ان ايه في الايوكاريوتس بيتصنع بثلاث انزيمات، حاجه اسمها ار ان ايه بوليمريز 1، ار ان ايه بوليمريز 2، ار ان ايه بوليمريز 3. هنعرفهم كمان شويه حالا، بس بعرف ان في اليوكاريوتس كام انزيم بيصنع الار ان ايه؟ ثلاثه. انما في البروكاريوتس هو انزيم واحد بيصنع الار ان ايه. خدوا بالك يا ولاد، بجانب لو انتم فاكرين قبل كده، فاكرين الانزيم اللي اسمه ار ان ايه برايميز اللي احنا خدناه في الريبليكيشن، كان في انزيم بيصنع الار ان ايه برايمر في عمليات الريبليكيشن، اللي هي حته الار ان ايه اللي ببدا من عندها الريبليكيشن، كان في انزيم اسمه ار ان ايه برايميز. يعني من الاخر كل الار ان ايه في البروكاريوت بيتصنع بانزيم اسمه ار ان ايه بوليمريز، خلاص، بجانب الار ان اي برايميز اللي بيصنع الار ان اي برايمر في عمليات الريبليكيشن. ده مش تصنيع ار ان اي قوي، ولكن بتعتبر بنعتبره ار ان اي. يعني ده مش يعتبر ار ان اي اللي هو الام ار ان اي والار ار ان اي والتي ار ان اي، ده مش بتكلم عليه. يعني الام ار ان اي والار ار ان اي والتي ار ان اي والسمول نيكرو ار ان اي كلهم بيتصنعوا بانزيم واحد في البروكاريوس، خلاص. في انزيم كمان بيصنع ار ان اي اللي هو الار ان اي برايمر بتاع الريبليكيشن اسمه ار ان اي برايميز. انما في اليوكاريوتس كل الار ان اي بيتصنعوا بانزيم اسمه ار ان اي. الاي كارس كل ار ان اي بيتصنعوا بثلاث انزيمات اسمهم ار ان اي بوليمريز 1 وار ان اي بوليمريز 2 وار ان اي بوليمريز 3، وهنتكلم عليهم حالا بالتفصيل، خلاص. تعالوا بقى يا اولاد، عايزين نعرف احنا ازاي نقدر ناخد من الجين نسخه. يعني ازاي يا اولاد نقدر نعمل عمليه ترانسكريبشن، وازاي نقدر ناخد من الجين بتاعنا ده نسخه؟ قال لك بص يا اولاد ركزوا، ده الدي ان اي بتاعنا اهو، وادي الجين اللي هو بالاحمر اللي انا رسمه لكم بالاحمر ده اللي احنا عايزين ناخد منه نسخه. طب نيجي نفتكر كده، انا عايزكم تفكروا معايا كده تفكير طبيعي، تفكير يعني منطقي. ايه هو؟ هو ايه اللي هيخلي الانزيم اللي اسمه ار ان اي بوليمريز يعرف بدايه الجين؟ يعني المفروض ان انا اصنع يا اولاد دي بدايه الجين، ماشي، ودي نهايه الجين. طب ايه اللي هيخلي الانزيم اللي اسمه ار ان اي بوليمريز يعرف ان انا بدايه الجين ونهايه الجين؟ يعني هيعرف منين ان هو ده الجين اصلا؟ خلاص تمام. هقول لك يا اولاد مثال بسيط جدا جدا جدا. كلنا لما نبقى مثلا في المواصلات، خلاص، وراكبين مثلا عربيه وداخلين على مدخل بنها مثلا من بره كده، تلاقي اولاد قبل بنها مثلا ب 100 كيلو، انا اسف، ب 10 كيلو مثلا، يقول لك ايه؟ بنها بعد 10 كيلو، صح؟ يافطه كده على اليمين، بنها بعد 10 كيلو. تمشي 2 كيلو كمان يقول لك بنها بعد 8 كيلو. تمشي 2 كيلو يقول لك بنها بعد ايه؟ بعد 6 كيلو. بعد كده بنها بعد 4 كيلو، بنها بعد 2 كيلو. بنها فين؟ اهلا بك في بنها، صح؟ اللي هو ايه؟ مرحبا بك، مش عارف، اللي هو مدينه بنها ترحب بكم وتصحبكم السلامه، الكلام اللي بيتكتب في داخله البلد دي، صح كده ولا لا؟ مش دي اشارات؟ مش كل يفض دي اشارات بتعرفني ان بنها انا قربت من بنها، انا قربت من بنها، صح كده ولا لا؟ فرسول سبحان الله، سبحان الله فعلا. ده الكلام ده احنا نقراه يا اولاد ونتعظ، احنا نقرا الكلام ده ونقول فعلا سبحان الله، ان وراء الخلق خالق اكيد ان شاء الله يعني، خلاص. فيقول لك يا اولاد شوف سبحان الله، ربنا عمل ايه؟ حط قبل الجين علامات واشارات ودلالات تعرف الار ان اي بوليمريز ان الجين، خد بالك، هيبقى بعد 2 كيلو، بعد 10 كيلو. بس احنا ما عندناش كيلوهات في الدي ان اي، امال احنا عندنا ايه؟ عندنا عدد نيوكليوتيد. فشوف يا ولاد ربنا عمل ايه، الحته اللي قبل الجين دي بنسميها البروموتر، حته كده قبل الجين فيها اليفط، اللي هي الحته اللي قبل دخل البنا كده فيها اليفط، بنسميها البروموتر، دخلت البلد. البروموتر او دخلت البلد يا ولاد ممكن يكون فيها ايه؟ ممكن يكون فيها حاجه اسمها تاتا بوكس. ايه تاتا بوكس دي يا دكتور؟ عباره عن سيكونس يا ولاد اسمه تي اي تي اي اي اي. ده اول ما الانزيم يشوفه يعرف على طول ان المفروض الجين بعد 25 ل 35 نيوكليوتايد. خد بالك، مدينه بنها بعد 25 35 كيلو، يعني بعد 25 نيوكليوتايد، عد كده 25 ل 35، هي دي بدايه الجين، خلاص يا ولاد، تمام. طيب، او ممكن تلاقي، كات بوكس. كات بوكس اللي هو عباره عن سي سي اي اي تي سي، او جي سي بوكس، جي 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 سي جي جي. الاثنين دول بيبقوا على امتداد ماينس 40 او ماينس 200
بيس بير. يعني ايه؟ يعني اول ما تشوفهم خد بالك الجين بعد 40 ل 200 نيوكليوتيدات، يعني انت 40 كده 50 60 لحد ما توصل لبدايه الجين. بدايه الجين يا ولاد ركزوا معايا، بدايه الجين بنسميه بلس واحد، ماشي؟ فيما بعد الجين هنا بياخد بوزيتيف، بياخد اشاره بوزيتيف، قبل الجين بياخد اشاره نيجاتيف. فلما اقول لك ماينس 50 لماينس 30 تبقى عارف ان هو قبل الجين ب 25 35. لما اقول لك ماينس 40 ماينس 200 يبقى يعني معناها قبل الجين، يبقى ما هو قبل الجين بنحط له ماينس، ما بعد الجين بنحط له ايه؟ بنحط له بوزيتيف. خلاص يا ولاد؟ طيب مين اللي بيتعرف على كل على كل البروموترز دول؟ مين اللي بيعرف؟ مين اللي بيتعرف؟ عندنا يا ولاد في مرشدين، يعني في ناس بتبقى ماشيه مرشدين، المرشدين دول هم اللي بيقروا اليوفا، دول هم اللي بيقروا التاتا بوكس والكات بوكس والجي سي بوكس، دول يا ولاد وبيعرفوا الانزيم مكان الايه؟ هيبدا منين ويروح فين. المرشدين دول بنسميهم ترانسكريبشنال فاكتورز، يعني دول عوامل بتخش في ترانسكريبشن. الترانسكريبشنال فاكتورز يا ولاد في منه كتير، ترانسكريبشن فاكتور 2 دي وفي 2A و2B و2C و2F، في كتير يعني. خلاص؟ أول واحد، أول واحد ركزوا معايا، أول واحد عشان ده بيس كيو هيجي يمسك في التاتا بوكس، يعني يجي على التاتا بوكس كده ويمسك فيه، هو ترانسكريبشنال فاكتور 2D. الدي ده جت يمسكه في سنه من السنين، التو دي هو ده المرشد، هو ده اللي يبدا يمسك في التاتا بوكس. اول ما يمسك يبدا يجيب اخواته ويبدا يجيب الار ان اي بوليمريز، وهوريكم الكلام ده ان شاء الله باذن الله في الفيديو، في الفيديو بتاعنا. يبقى الترانسكريبشنال فاكتور 2 دي هيجي يمسك في البروموتر عند التاتا بوكس ويبدا يجيب اخواته بقى الترانسكريبشنال فاكتور اي وبي وسي كل الباقي، ويجيب كمان الار ان اي بوليمريز. فكده يعتبر ايه؟ يعتبر عند التاتا بوكس في الترانسكريبشنالز كلهم مع الار ان اي بوليمريز. الكومبلكس ده كله يا اولاد بسميه بري انيشيتنج كومبلكس، يعني ده الكومبلكس اللي يعمل انيشيشن ان شاء الله باذن الله. خلاص تمام؟ اول ما الكومبلكس ده يتكون بيبدا يحصل فوسفوريليشن انزيم، يبدا الانزيم يا اولاد يجي له مجموعه فوسفات. يبقى اول ما الكومبلكس ده يتكون يبدا يجي مجموعه فوسفات تمسك في الانزيم، وكان يا اولاد مجموعه الفوسفات دي عباره عن البنزين اللي هتبدا تحرك الانزيم. اول ما الفوسفات دي تيجي والانزيم يتحرك، كل الترانسكريبشن فاكتور يسيبه بقى خلاص، كلهم قالوا انا كده ايه، انا كده اشتغلت كمرشد، كلنا اشتغلنا كمرشدين، مسكنا في البري انيشيتنج كومبلكس عشان ايه؟ نظبط الدنيا. اول ما الانزيم يبدا يتحرك يا اولاد بعد الفوسفوريليشن يبدا كله يسيب، ما عدا اثنين بيكملوا مع الانزيم بيقولوا له والله ما نسيبك. الاثنين دول هم مين؟ هم الترانسكريبشنال فاكتور 2 دي والترانسكريبشنال فاكتور 2 اف. خد بالك عشان الام سي كيو، يبقى اول واحد مسك مين؟ ال 2 دي، اللي هيكمل مين؟ ال 2 دي وال 2 اف. خلاص كده يا اولاد؟ تمام؟ وهنشوف الكلام ده ان شاء الله ايه في الفيديو. والخطوه دي يا اولاد اسمها خطوه الانيشيشن. يعني ايه انيشيشن؟ يعني انا هبدا منين؟ خطوه البدايه، ان انا ازاي هبدا اصلا من ايه؟ ازاي هبدا اصلا ايه؟ تصنيع الام ار ان اي. طب انت عرفت هتبدا منين؟ هتصنع ازاي بقى يا اولاد؟ هتنيك يا اولاد بصوا بقى، هيجي انزيم اسمه ار ان اي بوليمريز، يبدا عمال يحط نيوكليوتيدايد طبعا على حسب البيس بيرنج رول اللي احنا خدناه اللي انتوا عارفينه بقى، اللي هو لو في ايه يحط ايه؟ يو، لو في تي يحط اي، لو في جي يحط سي، لو في سي يبدا يصنع، يصنع وخلي بالكوا بيصنع في اتجاه 5 3، وبيستخدم النيوكليوتايد في شكل تراي فوسفيت. واي تراي يا اولاد؟ ليه تراي؟ عشان انرجي، لان يعني عمليه ترانسكريبشن عمليه بناء ام ار ان ايه، عمليه انابوليزم، عمليه بناء محتاجه طاقه. فبجيب الطاقه ازاي؟ عن طريق انا بستخدم النيوكليوتيدات بتاعتي في شكل تراي فوسفيت، اطير اثنين فوسفات واخلي واحده، الاثنين فوسفات دول لما يطيروا بيدينوا انرجي. والكلام ده انا قلته فين؟ في الريبليكيشن قبل كده. بس خدوا بالكم من الجمله الثالثه دي، الار ان اي بوليمريز هاز نو برو فيدنج، عشان كده الرونج از كومن ولكن نوت اي هارم. قلت لكم المعلومه دي، ار ان اي بوليمريز ده السائط الخايب كل بتاع طب اللي انتوا دلوقتي حالا، انا متاكد ان انتوا في الوضع ده خلاص ما عندكوش برو فيدنج اصلا، فبالتالي الخطا بيبقى عالي جدا، ولكن الخطا ده نوت ايه؟ نوت هارم. خدوا بالكم لان الار ان اي لا يورث انما الدي ان اي بيورث. طيب هتنيني ماشي اصنع لحد امتى يا دكتور؟ عمال اصنع اصنع اصنع. في نقطه ثانيه عندها، نقطه الترمينيشن يا اولاد. اول ما الاقي سيكونس معين على الدي ان اي، السيكونس ده اسمه ايو اي، انا اسف، السيكونس ده على الار ان اي. اول ما الاقي او اول ما اكون سيكونس ده على الار ان اي اللي هو الاي اي يو اي 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 اسمه ايو يا اولاد، ده بيبقى تقريبا 100 ل 1000 بيس داون ستريم للجين. يعني انت داون ستريم ده يعني بعد الجين بالتانيك تصنع تصنع تصنع، تقريبا انت الجين ده بقى هتقعد تصنع لحد تقريبا من 100 ل 1000 بيز. يعني تبدا تصنع تقريبا، يعني تصنع من 100 ل 1000، 100 بقى 200، في جينات بتبقى 100، جينات بتبقى 200 300 400 اي حاجه يعني. خلاص اول ما توصل لايوه، ايوه خد بالك حاطط لك صوره حمو بيك اهو واسكندراني وبقول ايوه، ده اغنيه كان بيقول على فكره اسكندراني بقول ايوه. فاوعى تنساها الترمينيشن عند ايوه. خلاص تمام، ده 100 ل 1000 بيز داون ستريم اوف ذا جين. يعني يعني تاني اصنع 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 لحد تقريبا 100 ل 1000 جين 1000 بيز تقريبا بني عندها عند ايه؟ عند ايوه ده. خلاص يا ولاد تمام. يبقى لو عايز اقول تاني خطوات الايه؟ خطوات الترانسكريبشن، انيشيشن
والونجيشن وترمينيشن. انيشيشن يعني يا دكتور يعني بروموتور، يعني تاتا بوكس ماينس 25 ماينس 35، كات بوكس جي سي بوكس ماينس 40 من 200، ترانسكريبشن الفاكتور يجي يعرفه يمسكه يحصل فوسفوريوليشن كله يسيب ما عدا ال2 دي وال2 اي اف. بعد كده الونجيشن اجيب نيوكليوتيدات في شكل تراي فوسفيت عشان الطاقه واحطها، وابني في اتجاه 5 3 بنزيم اسمه ار ان ايه بوليمريز اللي مالوش ايه مراجعه، عشان كده الخطا مشهور ولكنه غير دار. هتاني ده مش همشي صنع لحد ما اوصل لايه لايوه 100 ل 1000 بيز داون ستريم ليجي. ماشي يا ولد خلاص. وادي رسمه هي جايب لكم ان ده البروموتر اهو، وده يعتبر الايه ثواني، وده الترانسكريبشنال يونت الحته اللي هصنعها، وده الترمينيتور يعني ابدا انزيم اسمه، معلش ثانيه واحده، هبدا انزيم يا اولاد اسمه ار ان اي بوليمريز يبدا يحصل ايه يصنع في يصنع في اتجاه 5 3 عمال يصنع عمال يصنع لحد ما اوصل للترمينيشن سيكونس اللي هو الايو ده. يبقى انا صنعت ار، فاكرين البرايمر ار ان اي ترانسكريبت، خد بالك الار ان اي ده لسه هيحصل عليه شويه تغييرات لان مش هو ده الاساسي اللي انا صنعته، لا لسه في تغييرات هتحصل عليه هقول لكم كمان شويه التغييرات دي، بس تاكدوا اللي انا صنعته اللي انا صنعته ده اسمه برايمر ترانسكريبت او بنسميه البري ام ار ان اي. ماشي يا شباب خلاص، في مشكله في كده في الترانسكريبشن. طيب تعالوا بقى معايا الجدول ده اكتبوا عليه جدول للام سي كيو. خلاص جدول يعني يعتبر بيجي كتير جدا 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 فوق ما تتخيل. المفروض يا اولاد انا قلت لكم ان الار ان اي بوليمريز في الايوكاريوتس، في الايوكاريوتس اللي منه ثلاث انواع، ار ان اي بوليمريز 1، ار ان اي بوليمريز 2، ار ان اي بوليمريز 3، اهو 1 و2 و3. طب عايز اعرف كل واحد بيصنع ايه. بص يا اولاد الار ان اي بوليمريز 1 بيصنع التمانيات. ايه التمانيات دي يا دكتور؟ الريبوزوم الار ان اي اللي فيه 8 اللي هو 18 اس و5 و8 و28، اي رقم اسات فيه 8 الريبوزومال يبقى ياخدوا الار ان اي بوليمريز 1. طب هو فاضل ايه اصلا غير دول؟ كان فاضل ال5 اس، ال5 اس مع التي ار ان اي ياخدهم الار ان اي بوليمريز 3، التي ار ان اي وال5 اس ياخدهم الار ان اي بوليمريز 3، ال2 ياخد الباقي. هو ايه اللي باقي؟ انت كده خلصت الار ان اي وخلصت التي ار ان اي، يبقى معنى كده 2 ياخد الام ار ان اي والسمول نيوكلير ار ان اي. سهل موت ولكن بيجي ام سي كيو. تاني تحفظه ازاي؟ بالطريقه بقول لك عليها دي. الار ان اي بوليمريز 1 يحب الثمانيات، يعني ايه الثمانيات؟ يعني ياخد ال 18 اس وال 5 8 اس و28 اس، يعني خد ثلاث ثمانيات. طب ما الار ار ان اي كان فاضل 5، 5 مع التي ار ان اي ياخدها بوليمريز 3، طب والام ار ان اي والسمول نيوكلر بوليمريز 2. يبقى معنى كده يا ولاد كل نوع من الام ار، كل نوع من الار ان اي ده بيصنع عن طريق انزيم، عشان كده الايوكاريوتس معقدين. الار ان اي بوليمريز 1 يصنع الار ار ان اي 18 اس و5 و8 و28، انما 2 يصنع الام ار ان اي والسمول نيوكلر، و3 يصنع التي ار ان اي وال5 اس. في نوع في الار في الار من نوع من الار ان اي يا ولاد موجود في الميتوكوندريا. لو انتم فاكرين الدي ان اي قلت لكم في نوع من الدي ان اي موجود في النيوكلس، في نوع موجود في الميتوكوندريا، وفي الار ان اي برضه في نوع موجود في النيوكلس في نوع موجود في الميتوكوندريا. بتاع الميتوكوندريا ده بيتصنع عن طريق انزيم غالبا بيبقى شبه البكتيريا الار ان اي بوليمريز، يعني غير الار ان اي بوليمريز 1 والار ان اي بوليمريز 2 والار ان اي 3. عارفين انا قلت لكم في البروكاريوتس انزيم اسمه ار ان اي بوليمريز بيصنع كل انواع شبهه بالظبط، في انزيم اسمه ميتوكوندر ار ان اي بوليمريز ده بيصنع الميتوكوندر ار ان اي ده بيبقى شبه بتاع البكتيريا. تعالوا بقى نشوف الفيديو الروعه بتاعنا اللي بيشرح عملية الترانسكريبشن. ادي يا ولاد بيقول لكم الترانسكريبشن اهو، هيبدا يقول لك بس ايه اول حاجه كده هنتكلم عليها اللي هي الانتروديوس، يعني ايه اصلا ترانسكريبشن، هيعرفها بقى والكلام ده. انا عايز بس اهم حاجه الماتيريال اللي هو يستخدمها، يستخدم دي ان اي ترانسكريبشن فاكتورز اهو اللي انا قلت لكم عليها، والار ان اي بوليمريز الانزيم اللي هيصنع، اوكي، والاي تي بي اكيد هيستخدمها عشان الطاقه. ماشي ادي يا ولاد بصوا كده ركزوا، ده الدي ان اي بتاعنا اهو اللي انا عايز اخد منه نسخه. ادي اول حته اللي هي الحته اللي هتتنسخ بس اللي هي الار ان اللي هي الجين او بنسميه الترانسكريبشنال يونت او ترانسكريبشن يونت يعني. خلاص الترانسكريبشن يونت دي بيبقى قبلها حاجه اسمها البروموتر اللي هي منها حاجه اسمها الداتا بوكس اللي بتبعد ماينس 25 ماينس 35 مش مهم الانهانسر جي ريجن. تمام كده خلاص هيجي اول حاجه مين؟ الترانسكريبشن فاكتور 2 دي. ماشي ترانسكريبشن فاكتور 2 دي اهو، ايوه اللهم صل على النبي، شايف الفيديو روعه. ترانسكريبشن فاكتور 2 دي ده يا ولاد هيجي يمسك في الداتا بوكس بنسميه داتا بوكس بايندنج بروتين، مش مهم هيمسك فيه الداتا بوكس. اول ما يمسك في الداتا بوكس هيعمل ايه؟ هيجيب اخواته وهيجيب الانزيم اللي اسمه ار ان اي بوليمريز. اهو بدا يجيب اخواته، تعالوا بقى ترانسكريبشن فاكتور 2 ايه اهوت، وهيجي كمان 2 بي كمان، تعالوا خلاص تمام، ويجي كمان الايه باقي اخواته يعني كلهم هيجوا، ويجي انزيم اسمه ار ان اي بوليمريز بقى. ده الانزيم خدوا بالكم اللي هو اتعرف بقى، ما هو ده الانزيم يا اولاد اللي ما دام هم مسكوا هنا يبقى هنا بدايه الايه؟
ايجين، هيبقى عارف ان ده داتا بوكس، فيبدا يمشي قدام بتاع 25 35 نيوكليوتايدز ويبدا يصنع من عندها. خلاص، اول حاجه يا اولاد ركزوا معايا بس كده، الانزيم حصل له ايه؟ ركزوا، شايفين فوسفوريليشن، اي تي بي هيجي يوم يدي اهو، اي تي بي هو شايفينه هيعمل فوسفوريوليشن للانزيم، اهو يا انزيم حصل لك فوسفوريليشن، كله ساب ولا هيكمل ال2 دي وال2 اف، هيمشي. بص عمال يعمل ايه؟ عمال يحول ار ان، عم يحول الدي ان ال ار ان ايه، خد نسخه مش اهو، مش الوحيد اللي مش هيسيب على فكره هو ال2 دي وال2 اف، ركزوا في النقطه دي يا اولاد. تمام، يبقى انا كده عملت ايه؟ ترانسكريبشن، عملت ترانسكريبشن، ادي حته ام ار ان ايه، حول انا خدت نسخه، خدتها في شكل نسخه من الدي ان، ماشي يا اولاد. تمام، هل الكلام ده ليه كلينيكال امبورتنس؟ يعني شركات الادويه بتاعتنا برضو استغلت الموضوع ده في ان هم يصنعوا ادويه شبه بالظبط السلايدز بتاعت الريبليكيشن؟ ايوه يا دكتور، دي سلايدز موجوده في كل محاضرات الدي ان غالبا، ودي سلايدز اصعبهم على فكره لو انتم فاكرين ان احنا لخصنا بتاعت الريبليكيشن في نجيبه. بصوا معايا، اول حاجه هم صنعوا يا اولاد، استخدموا اللي هو المعلومات اللي انا قلتها دي، وبداوا يستخدموا يصنعوا ادويه توقف الترانسكريبشن. طبعا لو وقفت الترانسكريبشن بتوقف الكانسر وتوقف التيومر، ممكن توقف البكتيريا كمان، فبدا يصنعوا ادويه انتي بايوتيك وادويه انتي تيومر وكده. يعني الاربع كلينيكال امبورتنس من جمع في كلمه رقاصه، ار اي سي اي، اللي هو ايه؟ الار دواء اسمه ريفامبسين انتي بايوتيك، الاي سم مشروم بويزن اللي هو بنسميه سم فطر، يعني في فطريات كده بيطلع منها سموم، لو الانسان خدها اكلها ولا حاجه هتعمل له مشاكل، اسمها السم ده اسمه الفا امانيتين، الفا امانيتين. في دواء بحرف السي انا هقول لك حط عنده علامه، اقول لك حط عنده علامه ليه دلوقتي، اسمه سايكلو هيكسامايد. واخر دواء بحرف الايه، دواء اسمه اكتينومايسيس، دي ده دواء برضه يعتبر انتي بايوتيك وانتي تيومر كمان. نمسك واحده واحده بس، الريفامبسين ده ولد بينهبت ايه عشان نبقى عارفينه عشان نمسك كيو؟ قال لك بينهبت الار ان اي بوليميريز اللي في البروكاريوتس بس، ملوش دعوه باليوكاريوتس، ده مضاد حيوي وبيخش على البروكاريوتس بس، ملوش دعوه باليوكاريوتس، اديني بقول اهو عشان جت ام سي كيو. يعمل ايه؟ الانزيم اللي اسمه ار ان اي بوليميريز، اللي هو الانزيم الواحد اللي بيصنع كل انواع الار ان اي، يوقف، فبالتالي البكتيريا من دول مش هتصنع ار ان اي، فبالتالي مش هتعرف تشتغل، مش هتصنع بروتينات كويس، فبالتالي الدنيا هتبوظ، البكتيريا تموت. ادي اول دواء اسمه ار ان اي اسمه ريفامبسين بينهبت كل انواع الار ان اي بوليميريز في البروكاريوتس، او بينهبت النوع اللي هو اللي اسمه ار ان اي بوليميريز في البروكاريوتس. تعال ناخد السيمبل مشروم بويزنز اللي هو الالفا امينيتين. الفا امانيتين ده يا اولاد ده اسمه بويزن سم، يعني مين اللي هياخده؟ الانسان، عرض الانسان وقع على اكل مثلا، الانسان كل الاكل ده خلاص، ده بينهبت ايه؟ ده بينهبت يا اولاد الار ان اي بوليمريز 2 والار ان اي بوليمريز 3 في اليوكاريوتس، 2 و3 بس، احنا قلنا في 1 و2 و3، لا هو بينهبت 2 و3 بس، الاكثر 2 يعني الموست سنسيتيف اللي بينهبت الاكثر هو الار الراي اللي هو الار ان اي بوليمريز 2 رقم 2 خلاص. تاخد بس بعده الاكتينومايسيس، دي اكتينومايسيس دي يا اولاد ما بيفرقش، يعني الريفامبسين قال لك بيشتغل على البروكاريوتس، الالفا امينيتين بيشتغل على ايه؟ على يوكاريوتس، الريفامبسين منع الار ان اي بوليمريز بتاع البروكاريوتس، الالفا امينيتين خد 2 و3 بتوع مين؟ اليوكاريوتس. الاكتينومايسيس دي ما بيفرقش، يقول لك ايه؟ اديني كل انواع الايه ار ان اي بوليمريز في كل الكائنات، فهو بينيمت كل انواع الار ان اي بوليمريز في البروكاريوتس واليوكاريوتس في الاثنين، يعني ما بيفرقش، يعني يوقف البروكاريوتس ويوقف اليوكاريوتس ويوقف كل الانواع، ولكن موست سنسيتيف لار ان اي بوليمريز 1، يعني اكتر واحد بيتاثر بالاكتينومايسيس دي الانتي بايوتيك ده اللي هو تحت حاطط لكم صور ليه، هو الار ان ار ان اي بوليمريز 1 مش 2 ده بتاع الالفا امينيتين، لكن 1 بتاع الاكتينومايسيس دي. فاضل دواء واحد اسمه سايكلوهيكسامايد، ده عباره عن انسكتسايد، ده مبيد حشري، من ضمن المبيدات الحشريه، ده بينيبت انزيم يا اولاد اسمه بيبتيدال ترانسفيرنس. ايه بيبتدال؟ انا ما سمعتش، انا انت شرحت يا دكتور عمال تشرح بقالك نص ساعه ولا سمعت كلمه اسمها بيبتدال ترانسفيرنس بس. ايوه يا دكتور، الانزيم ده مؤجل، عشان كده اعمل علامه بس على المبيد الحشري ده، هقول لك عليه، هعيده تاني على فكره في المحاضره بتاعت الترانسليشن، اعرف بس دلوقتي، اعرفه بس اسما ان هو السايكلوكسمايد بينيبت البيبتيدال ترانسفيرنس. البيبتيدال ترانسفيرنس ده انزيم من ضمن انزيمات الترانسليشن. طب ايه اللي جابه هنا؟ غلطه وندمان عليها، فاحنا مشينا على الغلط، هنمشي على الغلط زي ما هو عشان كلمه رقاصه تمشي. اوعى تتخيلوا ان انا ما شلتوش عشان حاجه، لا انا شلت سبته بس عشان رقاصه. طبعا انا هحط لكم صوره رقاصه محترمه، يعني انا دورت على النت طبعا على صور رقاصات، فكان وحش جدا ان انا احط صوره رقاصه غير كده، يعني لو كانش الصوره سودا كانت تبقى فيها المنظر مش كويس خالص. ماشي يا ولاد، فده مؤجل بس هتسمعوه بالتفصيل في الترانسليشن. تمام، انا عمال اقول لكم ان الار ان اللي بيتصنع، بصوا كده الار ان اللي بيتصنع ده
مش هو الار ان ايه الاساسي، مش الام ار ان ايه، ده حاجه اسمها برايمري ترانسكريبت او بي ام ار ان ايه، هيحصل فيه شويه تغيرات عشان يطلع بقى من النيوكلاس ويبقى ام ار ان ايه سليم. ايه هي التغيرات دي؟ هي دي التغيرات يا ولاد اللي انا بسميها بقى ايه، ركزوا معايا بقى في السلايد دي، بوست ترانسكريبشنال موديفيكيشن اوف ام ار ان ايه. يعني ايه بوست؟ يعني بعد ترانسكريبشن، يعني بعد الترانسكريبشن، موديفيكيشن تغيرات. يبقى بالعربي كده العنوان ده اسمه ايه؟ تغيرات ما بعد عمليه الترانسكريبشن في الام ار ان ايه. بص كده يا ولاد، مش ده الدي ان ايه صح؟ خد بالكم، عايزين نقول بس حاجه، ان البوست ترانسكريبشن موديفيكيشن دي بتحصل في اليوكاريوتس بس، ما بتحصلش في البروكاريوتس. البروكاريوتس كائنات بدائيه، كائنات بسيطه، فاللي بيخرج بيبقى شغال على طول، انما الايوكاريوتس هو اللي بيحصل بس فيه الايه؟ البوست ترانسكريبشن موديفيكيشن. طب ايه البوست ترانسكريبشن موديفيكيشن؟ بص يا ولاد، مش ده الدي ان ايه؟ مش ده الجين بتاعنا؟ فاكرين لما قلت لكم قبل كده يا ولاد ان الجينات بتبقى متقسمه اكزونز وانترونز، صح؟ فاكرين؟ الاكزون ده هو ده المهم، هو ده يعتبر الرساله، يعني الرساله موجوده في الاكزونز. طب الانترونز دي نون كودنج، ملهاش لازمه. طب ايه اللي خلى الانترونز تبقى موجوده في النص كده؟ فاكرين قلت لها في اول محاضره، قلت لكم الانترونز موجوده حتت نون كودنج في قلب الرساله ليه؟ عشان تقلل الميوتيشن. قلت لكم لو ربنا خلاها كلها اكزونز يبقى لما البكتيريا تخش تضرب يبقى 100% جين هيتقصر، لكن لما خلى نص اكزونز ونص انترونز فبالتالي البكتيريا تخش يبقى تضرب، يبقى نسبه الاصابه لو ضربت الانترونز ما فيهاش مشكله، لكن لو ضربت الاكزونز فيها مشكله، فتبقى نسبه الاصابه 50% وليس 100%. ده اول نقطه على فكره، من اهميه الاكزونز والانترونز كده، ان هو بتقلل موضوع الميوتيشن. يعني عايز تقول لي يا دكتور ان الرساله نفسها اصلا مش نقيه؟ ايوه الرساله انا خدتها، يعني بصوا كده ده الدي ان ايه الجين اهو، انا نسخته اهو. يعني عايز تقول لي يا دكتور ان الاسود ده هو ده الاكزونز المفروض ان انت تصفيه من الانترونز؟ ايوه المفروض ان انا اشيل الانترونز دي يا اولاد واخليها اكزونز بس، ده البري ام ار ان بتاعنا، المفروض ما اخليش فيه انترونز، لان الرساله دي هتروح للايه؟ للمصنع، تروح للريبوزوم. لازم ان الرساله تروح رساله سليمه ما فيهاش شوائب، الشوائب اللي هي الانترونز لازم تتشال. قال لك بس الام ار ان ده بيحصل عليه بري ام ار ان، بيحصل عليه بقى بص ترانسكريبشن موديفيكيشن. ايه هم بقى؟ ركزوا معايا، اول حاجه باجي عند النهايه خمسه اند احط كاب. ياه اللي ذاكر اول محاضره واللي ركز اول محاضره، الكاب ده كان عباره عن ايه؟ سبعه مثال جوانزين. الكاب ده فايدته ايه؟ بروتكت خمسه اند وبتهلب الانشن في بروتين سينس، بتساعدني في بناء البروتين. واجي عند النهايه الثلاثه دي ادخل انزيم يا ولاد اسمه بولي ادينايليت بوليمريز، اسمه كده بولي ادينايليت بوليمريز. ليه؟ لانه بيصنع بول اي تي، بتلاقي عباره عن ميت لميتين اي بيزز، يعني اي هات كتير جدا، اي كتير جدا. خلاص قلت ده وظيفته بيحمي ثلاثه اند ووظيفته كمان للحركه، يبقى كده انت عملت ايه؟ جيت على الخمسه حطيت كاب، وجيت على الثلاثه حطيت ايه؟ ديل. خد بالك الام ار ان اللي انا صنعته البري ولا كان في كاب ولا في ديل، عملت تغيرات، حطيت له كاب وحطيت له ديل. وايه تاني؟ في النص اكزونز وانترونز، لا شيل الانترونز بقى، قص الانترونز، ركز بص بالجمله بتاعتي، قص الانترونز ولزق الاكزونز، قص الانترونز ولزق الاكزونز. عمليه قص واللزق دي عمليه بنسميها السبلايسنج، السبلايسنج، السبلايسنج دي يا ولاد عمليه تكتب عليها كده قص ولزق، عمليه قص ولزق. اللي بيحصل يا دكتور؟ ببدا اقص الانترونز وابدا الزق الاكزونز. اللي بيعمل كده، اللي بيعمل قص ولزق، بيبقى مركب موجود جوه جسمنا جوه الخليه اسمه سبلايسوسوم او رايبوزايمز، اسمه كده سبلايسوسوم، يبقى الجسم اللي هيعمل سبلايس او رايبوزايم انزيماتها هتكسر يعني. خلاص لما جينا نشوف تركيبه يا ولاد عباره عن ايه؟ انه عباره عن بروتين ماسك مع سمول نيوكلير ار ان ايه. ياه يا دكتور، ده انت كنت قايل ان السمول نيوكلير، السمول نيوكلير ار ان ايه بتستخدم في البوست ترانسكريبشن موديفيكيشن، وديك وضحناه اهو، وضحناها النهارده اهو، ان البوست ترانسكريبشن موديفيكيشن عمليه السبلايسنج بتحصل بجسم اسمه سبلايسوسوم، ده عباره عن تركيبه الكيميائي عباره عن بروتين وسمول نيوكلير ار ان ايه. طب عندكم جمله مهمه جدا، ايه مزايا ان احنا عندنا انترونز واكزونز؟ بصوا كده معايا الرسمه الاول، ادي كاب وادي تيل، وبص بقت اكزونات اهي، اكزون لو دخلت يا ولاد ده سميته اكزون 1 واكزون 2 واكزون 3 واكزون 4 بالترتيب كده. قال لك والله اول فايده ان في انترون واكزونز ان هو بيقلل موضوع الميوتيشن ده. تاني فايده بيقول لك ايه؟ لو انت جبت خليت اكزون 1 واكزون 2 واكزون 3 واكزون 4 مثلا يا ولاد، احنا عندنا حاجه اسمها اميونو جلوبلينز. اميونو جلوبلينز دي هي الاجسام المضاده، في منها خمس انواع، اميونو جلوبلين ام، اميونو جلوبلين اي، اميونو جلوبلين جي، اميونو جلوبلين اي، اميونو جلوبلين دي، يعني ماجد ام اي جي اي دي. طب بيفرقوا من ايه يا ولاد؟ بيفرقوا في النقطه دي، يعني لو جبت خليتها اكزون 1 و2 و3 و4 يطلع مثلا ام، خليتها اكزون 2 1 3 4 يطلع مثلا دي،
3 2 1 4 او ممكن 4 2 1، يعني انك ممكن تبدل فيطلع بروتين متغير مختلف من نفس البروتين شكل مختلف. ايوه، فبالتالي فايده ان هو يبقى فيه انترون واكزونز كده يا اولاد، لو كان صلب كتله واحده كنت تاخده زي ما هو، لكن بقى انا قصيت ولزقت ممكن اثناء لزق ابدل، فهو بيكود فور ديفرنت بروتينز فعلا، ممكن يطلع لي كذا فكره ان فيه انترون واكزونز. اول حاجه تقلل الميتيشن، ثاني حاجه انه ممكن يطلع لي كذا صوره منين؟ من البروتين. وعندكم رسمه روعه، بصوا كده اهو، الخمسه انترونز دي الاكزونز ودي الانترونز، بدات اعمل سبلايسنج، اشيل الانترونز وخليت بس الايه الاكزونز، وجيت عند الخمسه انت حطيت اللي هو الايه الكاب، وعند الثلاثه انت حطيت البوليتين. بصوا الرسمه دي روعه، الرسمه دي روعه، بصوا الاكزون ده الاكزونز ودي الانترونز، ده الدي ان ايه اهو، خلاص ادي البري ام ار ان ايه، خمسه في اتجاه خمسه ثلاثه، وادي فيه اكزونز وانترونز، عملت ايه؟ قمت جايب الاكزونز بس سبلايسنج، ادي اكزونز بس الانترونز مش عايزها، حطيت بولي اي تيل، وحطيت هنا خمسه اللي هو الكاب، الكاب عند خمسه دي، باخد بالك بقى عشان نمسك الكاب دي عند انهي نهايه؟ خمسه، ودي عند انهي نهايه؟ ثلاثه، خلاص. وعملت سبلايسنج بالسبلايسوسوم، تكوين السبلايسوسوم عباره عن بروتين وماسك في سمول نيوكلي ار ان اي، ماشي خلاص كده تمام. تعال نبص على الرسمه بتاعته. بص يا ولاد، اول حاجه بيقول لك ان انا بحط البولي اي تيل، وادي بصوا الانترونز ودي الاكزونز اللي هي الحمراء دي، بص هيعمل ايه بقى، هيبدا يحصل سبلايسنج، هيبدا يشيل الاكزونز دي الانترونز دي خالص، مع السلامه يا انترونز، بصوا كده ايوه، بصوا اهو الانترونز دي اتشالت اهي، هتبدا تطلع، وفي الاخر يبقى الاكزونز بتاعتي، وهنا في الكاب وهنا في الديل، هو ده يعتبر البوست ترانسكريبشنال موديفيكيشن، خلاص يا ولاد تمام. طب هل ممكن يحصل، ممكن يحصل غلطه في البوست ترانسكريبشنال موديفيكيشن فينتج مرض؟ ايوه يا ولاد ممكن يحصل. المفروض يا ولاد ان احنا بالسبلايسنج ده بيحصل سبلايسوم بيتعرف على اماكن معينه بيقطع عندها، لو حصل ميوتيشن عند الاماكن دي مش هيعرف يقطع تاني. النقطه دي تاني يا ولاد، السبلايسوسوم، السبلايسوسوم لو رجعنا على الرسمه بصوا كده، السبلايسوسوم بتاعنا بيتعرف على اماكن معينه، هي الاماكن دي اللي ما بين الاكزونز والانترونز، الاماكن دي يا ولاد بيقطع عندها، لو ما تعرفش، لو حصل ميوتيشن عند السبلايسنج سايت دي، فبالتالي مش هيقطع عندها، فممكن يبقى في انترونز داخل الرساله فيطلع بروتين غريب ملوش لازمه. الكلام ده يا ولاد لانه بيحصل في نوع من الامراض اسمه بيتا ثلاسيميا، او بنسميه انيميا البحر المتوسط. ايه اللي حصل؟ المفروض ان احنا عارفين، بص كده معايا، الهيموجلوبين بتاعنا عباره عن 2 الفا و2 بيتا، يعني في اربع نوع من البروتين، 2 الفا و2 بيتا. البيتا ده، البيتا بروتين اسمه بيتا جلوبين، البيتا جلوبين ده لو انا وانا بصنعه بيتصنع من عن طريق الكروموسومات، عن طريق الجينات، وانا بصنعه ماشي، لو ما عملتش سبلايسنج سايت سبلايسنج كويس مش هيتصنع البيتا جلوبين. طب لو ما صنعش البيتا جلوبين ده برد، بنسميه بيتا ثلاسيميا. يعني ايه كلمه بيتا ثلاسيميا؟ يعني عباره عن مرض، ده انسان مش قادر يصنع البيتا جلوبين. ليه يا دكتور؟ عشان في مشكله في ميوتيشن حصلت عند السبلايسنج سايت، فبالتالي ما قطعش كويس، فالرساله بقت غلط، فالتصنيع بقى غلط. فالبيتا ثلاسيميا ده ديزيز اوف ديفكتيف برودكشن اوف بيتا جلوبين اوف هيموجلوبين بسبب ميوتيشن في السبلايسنج سايت. خلاص؟ تمام كده يا ولاد؟ وده شكل الطفل، مشهورين جدا على فكره انيميا البحر المتوسط، دول مشهورين جدا، ده شكل الطفل عنده بيتا ثلاسيميا. خلاص تمام، وبكده يبقى الحمد لله احنا خلصنا ايه محاضره الار ان ايه والترانسكريبشن. اشوفكم على خير ان شاء الله في المحاضره الجايه، محاضره الترانسليشن. خلاص اشوفكم على خير ان شاء الله باذن الله، وربنا يوفقكم.